بص، فايه اللي اتقدمتوا بيه ما؟ احنا رؤيه مختلفه، احنا باصين على القانون من ناحيه ان احنا عندنا ليجل ارم جوه الشركه هي هاله، وفي نفس الوقت احنا شايفين القانون دوت لو قدرنا ندخل ادوات عليه نقدر نستخدمه بطريقه اسهل واحسن. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقترحها في الورك شوبس اللي احنا بنحضرها مع وزاره العدل، يبقى عندنا حاجه اسمها ديجيتال ايدنتيتي. يعني ايه؟ انا رحت ديجيتال ايدنتيتي او هويه رقميه لكل مواطن. لكل مواطن. انا رحت بنفسي، انا عشان تعملي مثلا توكيل في شهر عقار، وده اول حاجه عشان تبيعي، عشان تشتري، علشان تطلعي تعملي ترفعي قضيه، لا كل الحاجات عشان تسجلي شركه، بتعملي ايه بالتوكيل؟ بتروحي ببطاقتك بشخصك لمكتب شهر عقاري قصاد موظف شهر عقاري، وتقري ببنود التوكيل وتقولي ان انت عايزه تعملي، فهو شايفك وشايف عارف ان انت الشخص، مش حد انتحر صفاتك، فهو شايف الصوره. الموظف هو اللي بيتاكد من هويتك ونهتك، وبعدين بيعمل لك الاجراء. طيب لو جينا حبينا نقول ان الوقت ده طويل، اي حد بيروح شهر عقاري عارف قد ايه بيقعد يستنى. فاللي حصل ايه بقى؟ ان احنا فكرنا في طريقه نساعد بيها الموضوع، فقلنا طب انا ليه ما اقدمش ده اونلاين؟ رد عليا بقى قانونا ان ده ما ينفعش اقدم اونلاين، علشان لازم يكون الشخص موجود وانا متاكد ان هو، ما حدش مثلا بينتحل صفته. طب انا اتاكد ان هو ازاي؟ ده بقى الاقتراح اللي احنا بنقترحه. طب ما هي ممكن لما يجي لك مره في حياته راح الشهر العقاري اداك بطاقته وانت شفته وتاكدت من شخصه، هتطلب منه ايميل او تليفون او الاثنين، وهتبعت له كود، وهتربط ده بده اللي تبع الشخص وهو قاعد قدامك قدامك. فده الجزء اللي احنا بنحاول نعرضه على المشرعين، عشان لو في حاجه في التشريع تمنع ده، في التشريع في بعض البنود تمنع ده، اللي هو لازم يكون عاقل مثلا رشيد، فلو ممكن يكون انت اول متاكد بس يمكن حد مسيطر على حاجتك فانت مش عاقل، طب ايه اللي نحله؟ فده اللي احنا بنحاول نعمله، بنحاول نشوف ايه المشاكل القانونيه ونحلها، حلولها تكنولوجيا سهله، والداتا كمان بقى هي دي الاساس. ده لعبنا. الطلاق والجواز اكتر حاجه ممكن الاسره اكتر حاجه ممكن ينفع بيتسال اسئله، مثلا بيتسال اسئله معينه لكل حد عايز يتطلق، والاسئله دي اجاباتها بتخليني مثلا اطلق، مثلا ارفع قضيه طلاق، او مثلا ارفع قضيه خلع، او كذا كذا، حسب انا ايه اللي انا عايز اعمله. فكل ده ممكن عادي جدا اجاوبه. بالظبط، ممكن عادي جدا الكمبيوتر الاي اي سيستم يعمله.